كابتن شريف، الف الف مبروك. النهارده استمتعنا بعرض من النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني ما كانش قاسي النهارده على فيوتشر. استعاد الروح النهارده. صحيح. حقيقه. اللعيبه عملت مباراه كبيره جدا. اثبتت ان هم لما الكوره بيبقى فيها روح وفيها اداء وفيها تركيز وفيها كل حاجه، امكانياتهم بتطلع، فردياتهم بتطلع. الهدف الرابع اللي انت اتكلمت عنه ده، الهدوء والثقه اللي هي كانت ما بيجيلك اي فرصه في الماتشات اللي فاتت بتضيعها، هنا بهدوء جامد جدا ازاي تعمل الباص سليم، والرؤيه سلية لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر بكل اقتدار بيحطها، هي دي الكره وهي دي الثقه. انت اللي بتجعل لنفسك هذه الثقه اللي موجوده في الملعب عن طريق الضغط في اول هاف تايم والثلاث اهداف، ويمكن هدفين ثلاثه كمان كانوا لازم يجوا، عن طريق الكلام اللي كله حضراتكم قلتوه في الاستوديو. اللاعب عشان يرجع المفروض يعمل ايه؟ المفروض يذاكر نفسه، ايه اللي خلاه في الوضع ده؟ ايه اللي ما بيخلوش يجيب اهداف؟ فكل لعيب قال لا انا لازم اطلع كل اللي عندي، والنتيجه دي احنا ما نعرفهاش، انما النهارده انك انت ترجع بسرعه كده وتبقى لعبا ونتيجه، اظن العمليه بقت واضحه. ما تقوليش بقى مدرب جه غير لا لا، دي روح لعيبه بحت. لعيبه بتجري الكره بتتقطع بيجروا تاني يجيبوها. ايوه. لعيبه بتباصي الباصه تلاقي اللعيب يمسك الكره اثنين ثلاثه بيلعب على المغمض، عارف ان في لعيب تاني بيجري جنبه. أيوة. مساحات بتتا، خطوط بتكمل الهجمه، خطوط بترجع تاني اول ما الكره بتتقطع. اللاعب تفانى، نسي نفسه، نسي اسمه. لعيبه نسيت اسمه على قد حتى المجهود بتاعهم المبذول. ما زلنا بنقول علي معلول مجهد، انما بيدي مزبوط. كل اللي عنده. قلنا ان شاء الله يلعب 40 دقيقه 60 دقيقه 50، انما بتلعب ال 40 دقيقه 50 دقيقه بتدي كل اللي عندك. عشان كده النتيجه النهارده بالشكل ده، واحمد عبد القادر واعتقد 2 3 لعيبه كمان كانوا النهارده يقدروا يخلوا النتيجه 5 و6 و7. فانت النادي الاهلي اشفق النهارده على انت ما جبتش سيره فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري، ما فيش وجود ليها خالص النهارده. حاولت، ما فيش فرقه هتلعب 90 دقيقه هي الوان سايد جيم مكتسحه كل حاجه، وما بيعملوش اي حاجه على فكره الا باخطاء منك. ايوه. الا بميس باص من عندك. يعني فبيبقى كونتر اتاك عليك سريع. يخليك واقف تقول ليه؟ كويس؟ ليه ليه يعني؟ ليه عملنا كده وخلينا شكل؟ ممكن تكون الثقه زي ده نخلي فيه شكل، لا. احساس ان لا، ممكن تبقى تعبت، ممكن تبقى من كتر الجري والضغط والاعصاب اللي موجوده مهما كان، ده النهارده مش هيهدى لك بال الا لما الصفاره تصفر. لما الحكم يعني النتيجه اللي احنا شفناها النهارده. ايوه. ف مبروك للعيبه، مبروك لعوده الثقه اللي هم فيها النهارده، مبروك للنادي الاهلي ككل وجماهيره، ونتمنى نشوف اللي شفناه النهارده في المباريات الجايه واحسن من كده باذن الله. باذن الله. ومبروك عوده احمد عبد القادر من الاصابه. اهلا باللعيبه اللي دخلت جديد، فخري والناس اللي هي موجوده بره وكان بياخدوا ثقه برده ان هم موجودين. اللعب مفتوح والملعب مفتوح يا كابتن. صحيح. كل اللي هيأدي، كل اللي هيدي هو اللي هيبقى موجود. ودي تبقى يعني شكل عريض بالنسبه للعيبه كلها. بنحاول نتمنى صلاح محسن يرجع مع اللعيبه كلها، يستغل اقوى من كده، يبقى اجريسيف عن كده. كويس. محمد شريف يخش بقى زي ما النهارده دخل حسام حسن، ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض زي ما طاهر كان بيلعب هو وحسام النهارده، فهتلاقي لعيبه داخله ولعيبه خارجه. مش مساله النهارده عندنا ثوابت مين الاساسي ومين الاحتياطي، لا، احنا هندور تدويره كبيره جدا احنا محتاجينها، وخاصه في الماتشين الجايين. صحيح. فمبروك النهارده وعقبال الماتشات الجايه باذن الله. باذن الله.